النادي الاهلي فيه حراس كبار دلوقتي يعني شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وعبد الكافي وجيش تحت وفي تحت كمان ولد موهوب جدا اسمه محمد الغندور ويعني لا في حراس كتير. رضا جاويش بيقعد بيقول لي هو جديد وبيخاف من الكاميرا والتلفزيون يعني يوم ما يكسب 5 ما نشوفش الماتش. محمد جمال الطويل صباح الخير على كابتن ناجي، احب اساله سؤال، هل سر استبعاد الحضر من المنتخب خلاف قديم بينه وبينك وبينه مع كابتن ناجي؟ مفيش اي عمر في العمر ده كله في العشر سنين اللي اشتغلهم معايا ما كانش فيه يوم ابدا فيه خلاف ولا زال لحد دلوقتي. انا بحترمه جدا واعتقد ان هو يعني شعور متبادل وانا عارف ان هو حارس ممتاز وما زال لحد دلوقتي من احسن حراس مصر. والمقاله اللي كتبتها السنه دي عن الحراس كانت في الاهرام المسائي وكتبت ان هو حارس الشتاء لعب كل المباريات كل عدد الدقائق بدون انذار باحسن نتيجه طالعه للفرقه. لكن الحسابات يعني اجبرتني انه يعني ومحدش عارف الدنيا هيحصل فيها ايه. برضو محدش عارف الدنيا هيحصل فيها ايه. رأي حضرتك ايه بقى في حراسة مرمى منتخبنا الوطني ومستقبلها؟ احنا بنتكلم على احمد الشناوي، بنتكلم على شريف اكرامي، وبنتكلم كمان على محمد الشناوي، وبتتكلم على ثلاث اربع اسامي كمان، عندك عواد، عندك المهدي سليمان، عندك علي لطفي. كل دول حراس واعدين وممتازين جدا 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 جدا. وانا يمكن كنت اتكلمت قبل كده وقلت وكان حصل انتقاد يعني ان في 10 حراس ممكن يبقوا موجودين ينفعوا على المستوى الدولي، حتى الحراس اللي يعني الكبار في السن عاملين يعني موسم عالي جدا مع فرقهم. ذكرت محمد مصطفى كمال واحمد فوزي ومين تاني وابراهيم فرج وعلي فرج وحتى قلت قالوا لي انت قلت اسامي جوه مصر كلها. بصراحه المركز ده متميز جدا في مصر دلوقتي حقيقي يعني. وعلي سعد واحمد سعد اقصد احمد سعد علي سعد ده ملحن احمد سعد يعني كل الناس عامله والولاد بتوع الجيش وحرس الحدود. بس كابتن ناجي يعني انا عارف حضرتك كويس قوي، عارف زمان بقى بالعشره. كابتن ناجي بيحب الحراس الموهوبين مش المصنوعين اكيد. وانا يعني من الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي في منها مصنوع وفي منها موهوب بالفطره. لا انت لما بتتكلم مثلا في شريف اكرامي، في احمد الشناوي، في محمد الشناوي، في علي لطفي، في مهدي، في عواد، كل دول حراس موهوبين جدا كمان مش موهوبين بس. ما فهمش اسمين ثلاثه كده خالص. بالعكس يعني تتكلم مثلا انا سيبنا من الثلاثه اللي موجودين في المنتخب وانا طبعا اصلا مش هينفع لا اعدل على الكلام حاجه. في منهم اتنين يعني كانوا معايا منهم عندهم يعني شريف معايا من عنده 10 سنين. محمد الشناوي معايا من عنده 12 سنه. يعني عارف موهبتهم كويس واحمد الشناوي لا يختلف احد يعني على موهبته يعني. الشناوي موهوب، شريف يعني اكرامي موهوب، وكل واللي انا قلتهم دول كلهم. محمد عواد ده من الحراس الموهوبين جدا. عواد فعلا. علي لطفي من الحراس الموهوبين جدا، حارس ذو مواصفات يعني رفيعه جدا. مش عنده حته اكتساب. بالعكس 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 خالص، ده جاي من طين مصر يعني. يعني ويعني لا من الحراس الموهوبين جدا جدا جدا. ومهدي سليمان من الحراس عفريت يعني عفريت كده بيلعب. المهدي يعني بصراحه مستواه ارتفع قوي يعني. فيعني لا مش بجامل حد، وفعلا مصر محظوظه جدا الحقبه الزمنيه دي بكم حراس رائع جدا، ما فيش اي خوف طبعا. او طبعا على راس دول كلهم طبعا ده رايي وراي افريقيا كلها عصام الحضري. يعني بس احنا بنتكلم مين اللي يبقى موجود مع منتخب بحسابات علميه يعني بالزبط دقيقه بالزبط. فدي ما تزعلش حد يا كابتن دي لكن يعني انا اعتقد هو عصام عارف هو بالنسبه لي يعني عصام بالنسبه لمصر وافريقيا لو 36 ولا 35 سنه هو موجود في منتخب مصر اكيد يعني مليون في الميه يعني. بس يعني اعتقد انه اكيد مليون في الميه اكيد. بس عشان يبقى في فرصه للناس اللي موجوده هيبقى عند حضرتك الاختيارات بقى ديت في الفتره اللي جايه ما بين الاسماء اللي حضرتك ذكرتها ديت يعني الموضوع مفتوح طبعا في بلان 1 وبلان 2 كده يعني. الناس بقى تسال بتقول لك رايك ايه في مسعد عوض؟ حارس جريء جدا وعنده شخصيه مميزه تناسب اللعب في الانديه الكبيره. ونسيت كمان اقول محمود ابو السعود. الحراس ابو السعود صحيح راح مقابلين عرب حراس مميزين برضه. وعنده شخصيه كده وتحمل مسؤوليه النادي الاهلي في 10 مباريات يعني لعب اكتر من شريف واكتر من احمد عادل. وما اهتزش ولا اي حاجه، عنده اخطاء ده وارد في كل حراس مرمى في العالم عندهم اخطاء. طيب انا هقول لحضرتك وجهتين النظر وانت بقى يعني هتقول لنا القصه ايه. وجهه نظر قالت لك ايه لا يعني لعيب بيتفزلك كتير قوي بيمسك كوره وبيعمل حاجات مش بتاعته. كل الحاجات دي مقدور عليها يعني كل الحاجات دي في التدريب مقدور عليها. المدرب عنده مدرب رائع جدا الكابتن طارق سليمان. وهو في بدايه حياته ما فيش حد ابدا في بدايه حياته بيبقى كامل. بيبقى عنده بعض الديفوهات
بتتصلح في التدريب ومع الايام ومع المباريات. فاكيد عنده مدرب رائع ومدرب كويس جدا بيشتغل معاه. الديفوهات دي شويه شويه يعني. افتكر مثلا الكابتن شوبير في اوله, افتكر لنا في اوله, افتكر كابتن اكرامي في اوله, كابتن ثابت في اوله, عادل مامور في اوله, حسن علي في اوله, حسن مختار في اوله. بجيب لك بقى كل العصور يعني. هتلاقي طبعا في توتر, في يعني اخطاء واضحه, وبعدين بتقل مع الاتزان لما يزيد والخبره لما بتزيد, كل حاجات دي بتروح. بس احنا دايما بنبص على اللقطه اللي موجوده دلوقتي. لكن احنا كمدربين لنا رؤيه. يعني ايه لنا رؤيه؟ يعني عارفين بعد كده هيحصل ايه, لانه ده حصل معانا احنا شخصيا. من ضمن الاسماء, اسماء الاكابر اللي حضرتك ذكرتها دي كلها, مين بتشوفوا اعظم حارس جي؟ لا ما انا اجيب لك بقى عبد الجليل حميده, عادل هيكل, الروبي, براسكوس, عرابي, علي النجار. ده بتكلم في جيل من اسكندريه ومن ما نقدرش ناخد اسم واحد. لا ما ينفعش خالص. لا خالص. بحبك انت كده وانت دبلوماسي. مش دبلوماسي, دي حق الناس يعني. انا مثلا لما اتكلم عن مثلا الكابتن عادل هيكل بعظمته, مش معقول هنسى عبد الجليل حميده اللي كان العالم كله عايزه يحترف في وقت ما كانش فيه اي حاجه اسمها احتراف يعني. ومش هقدر انسى الكابتن اكرامي والكابتن ثابت وعادل مأمور. يعني حراس عظام جدا جدا. طيب واحنا بنتكلم على قصه حراسه المرمى ديت, في حارس مرمى تشوفه تحس ان هو حارس واعد, بس بعدين لما تيجي تتعامل معاه تقول لا ده مش نافع. امتى كابتن تحكم على حارس مرمى؟ انا عندي اربع حروف بحكم عليهم من اي موهبه. حلو قوي. كلمه مكونه من اربع حروف اسمها تيبس, تي اي بي اس, خطوات. تي تالنت, اي انتليجنت, بي بيرسوناليتي, اس السرعه, والبي مرتبطه بالسي القوه والسرعه. يعني صفات بدنيه وصفات فنيه. كلمه السر بالنسبه للكابتن احمد ناجي تيبس, مش بالنسبه لنا ده العالم كله يعني. لما تيجي تختار حد بتختاره تالنتي نمره واحد, اذا ما عندوش تالنت يبقى شكرا, مش موهوب خلاص. انتليجنت عنده ذكاء, يعني يقدر يستوعب ويقدر يستقبل ويقدر كذا وكذا وكذا وكذا. بيرسوناليتي شخصيه, او وباور كاريزما, وقوه. والاس سرعه. السرعه مطلوبه في كره القدم دلوقتي في كل حاجه. حتى حارس المرمى اللي بيلعب في اريا صغيره لازم يكون عنده سرعه تلبيه وسرعه رد فعل وسرعه انطلاق وسرعه ارتداد وسرعه قوام الارض وسرعه تنفيذ الوصل من العقل للعضلات. يعني بتقوم مطبق الاربعه معايير دولت. ساعات وانا بدي محاضره مثلا للمدربين بقول لهم ممكن يقع منك واحده, طب ما انت مدرب ليه؟ هي ليه المانيا دايما بتحفك انا بال جدا والله العظيم, ده مستوى كابتن والله العظيم. لانه عايز اسال حضرتك سؤال, ليه المانيا بتطلع حراس مرمى مختلفين يعني؟ بس انا ما بيعجبونيش حراس مرمى المانيا على فكره. يا نهار ابيض. والله ما عجبكش؟ بيعجبوني ما عجبكش لا بيعجبني طبعا. انا بقول لك كلام جنرال. ان جنرال ما عندهمش حلاوه اداء, لكن عندهم فعاليه وتاثير. يعني ما عندهمش حلاوه الاداء الطلاينه بوفون وما شابه, مع حتى الدول الاسكندنافيه. ما تقربها لي شويه يعني. بص خد بالك يعني برضه انا ضايق الافق. لا انزل لي شويه. مش انتليجنت يعني. لا انزل لي شويه عشان لا اللي هو الستايل يعني. ستايل. يعني كنت شوف كابتن اكرامي مثلا, جسمه عامل زي الكاوتش وبيطير صور العارضه ومش عارف ايه المرونه. لا كل حاجه. لكن الحراس المرمى الالمان عندهم الـ يعني الفعاليه في الاداء, بدون ستايل, بدون حلاوه اللعب. لكن مثلا الدوري الفرنسي تلاقي فيه حراس. الدوري مين اكتر حارس دلوقتي بيعجبك قوي قوي؟ نوير. نوير طبعا, رغم ان حضرتك بتقول انه لا, ما انت في كل قاعده ليها شواذ يعني. نوير ده طبعا. لا نوير ده فلتم في المانيا يعني. لكن لما تيجي تفكر شوماخر عامل زي القطر وبيموت اللعيبه, فاكر لما مثلا يعني سيب ماير كان برضو عنده حلاوه لعب. لا في يعني ما كان عنده اسمه ايه ده اللي كوبكا اللي قبل اوليفر كان. اوليفر كان برضو شديد وقوي, ولكن برضو حلاوه اللعب بعافيه.
بعافيه. لكن كوبكا برضو حارس وعنده افكت. لكن مين كوبكا؟ اللي هو المدرب دلوقتي بتاع نوري، اللي هو المدرب المنتخب. يعني بقول لك انزل لي شويه. لا انا انت بتتكلم في حد انزل لك ايه اكتر من كده؟ ده انت ضايع يا ابني. اصل انت بتتكلم في برانش يعني بتاعي خالص يعني. بتاعنا يعني. ايوه انا بهزر معاك طبعا. يعني كابتن احمد نجم شرفنا ومنورنا. بعد الفاصل عندنا اسئله كتير جدا جدا.